كفاك المجد يا أهلي كفاك، فأنت العز تعلو في سماك، وأنت النجم في ظلم الليالي، تضيء الدرب أنوار ضياك، تحلق في سماء الفوز صقرا وتخطف كأسها عند ارتقاك. الأهلي يقصو على الزمالك ويكتفي بثلاث أهداف في مباراة القمة. مساء الخير والسعادة والفوز والانتصار على كل اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الحريف. خلينا بس وأبارك لزميلتي العزيزة أميرة. الله يبارك فيك يا هنودة. مبروك. الله يبارك فيك يا روح. الله يبارك فيك. فرحة فرحة. أيوه. ده أنا هبدأ هقول كل حاجة النهاردة. مساء الفل على كل جماهير النادي الأهلي وعليك يا هند. طبعا الحقيقة من ساعة الماتش امبارح في حالة فرحة هستيرية من جمهور الأهلي ومننا، على الرغم يعني ان الأهلي مفرحنا كتير بصراحة اليومين اللي فاتوا دول، مكسب ورا مكسب، بس دي الفرحة الكبيرة اللي كلنا كنا مستنيينها، والحمد لله اللعيبة كانوا رجالة جدا وقد المسؤولية، على الرغم من كم الغيابات اللي كانت قلقة ناس كتير اللي كانت عندنا، ان الأهلي بيرجع وبيفكرنا بمقولة ايه الأهلي بمن حضر. صح. وانت طبعا يا أستاذة هند كان واحدة من اللي حضروا وولعوا فعلا المدرجات مع الجماهير امبارح. كانت هند في الاستاد، احكي لنا ايه اللي حصل. انا كنت شايفاكي مولعاها. لا 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 الاجواء في استاد القاهرة امبارح، انا يمكن حضرت كذا ماتش الأهلي وحضرت كمان كذا ماتش الأهلي والزمالك، ماتش امبارح كان مختلف في كل حاجة. يعني من اول البوابات بره والناس داخلة واثقة ان احنا هنكسب. بعد الشوط الاول، يمكن الشوط الاول الدنيا ما كانتش احسن حاجه، برضو الناس كانت بتتكلم في الاستاد انه ان شاء الله، كانت ثقه الجماهير يا جماعه انه الاهلي هيكسب امبارح غير طبيعيه. انا نفسي كنت شويه متوتره بعد الشوط الاول، قلت احنا ايه، تعادل، الدنيا هتمشي ازاي، بس كهربا بقى ايه فتح لنا الباب. وبعدها ما تيجي نشوفك طيب وانت في الاستاد. يلا العصفوره صورتك وجابتك. يعني فرحتك تفرح اي حد يعني. لا طفله عندها 6 سنين فرحانه. بس في حاجه، انا برضو كسبت الرهان. ده حق ربنا. حق ربنا يا جماعه. انا كسبت الرهان. انا قلت هنكسب 3-0. صح، حصل والحمد لله. قبل الماتش. ايوه بالظبط، قلت هنكسب 3-0 والحمد لله كسبنا. واستاذه هند طبعا كان عندها توقع تاني. صح. يعني قلت 2-1، ده كان اللي في دماغي بصراحه. بس هو على الجول بتاع الشغل اهو. الصوره اهي، هتدفعي الرهان. ها ايوه قولي بقى الرهان ايه. بص كاتبه ايه، باذن الله 3 أو 4-0. يا جماعه بصوا، انا بحافظ برضو على ايه، بحب احافظ على مصداقيتي، وبحب احافظ على الكنبه قوي، لان في طاقه تركيز. هند تمسك الاستاد تشعل الدنيا، انا امسك الكنبه اركز. فالحمد لله ان احنا كسبنا والله. فرحه الواحد فرحان فرحه مش طبيعيه يعني. واللعيبه بجد رجاله، عارفين قيمه الفانيلا الحمراء، تعبوا وبذلوا مجهود كبير جدا عشان يحلوا كل المشاكل والصعوبات اللي واجهتهم الفتره اللي فاتت، وعشان كده لازم نحييهم. واحنا النهارده عندنا كلام كتير جدا وكواليس مهمه جدا عن مباراه القمه، بس خلونا نروح نشوف معانا اخبار ايه النهارده في السريع ونرجع نكمل حلقتنا. أول خبر معانا طبعا النهارده هو إبداع وتألق الأهلي بفوز مستحق على الزمالك ب3 أهداف دون رد في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز. ويجي الهدف الأول عن طريق البولت العالي محمود كهربا، ويجي من بعده محمد شريف المخيف ويسجل هدفين ولا أروع علشان يواصل صقر الأهلي إحكام قبضته على قمة الدوري، ويرتفع رصيد المارد الأحمر لـ34 نقطة ويعزز تربعه على صدارة ترتيب جدول الدوري.
يعني فعلا كانت مباراه قويه جدا من لاعبين الاهلي بقياده طبعا نقول بقى البارون، نقول الثعلب السويسري، او زي ما الجمهور مسميه المايسترو. جماهير مطلعين عليه لقب المايسترو، كان بيعزف فعلا مع لاعبين الاهلي سيمفونيه النصر على استاد القاهره عشان يقضوا بيها على امال الابيض في العوده للمنافسه ويوسعوا الفارق لثمان نقاط. فالف مبروك، الف مبروك للاهلي وجماهيره دايما يا رب من مكسب لمكسب. نروح بقى دلوقتي لتاني خبر معانا وليه علاقه بالمباراه برضو، هو تهنئه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي وتوجيه ليهم رساله شكر بعد الفوز في مباراه القمه، واشاد بالاداء الرجولي اللي ظهر بيه الفريق وروحهم العاليه واصرارهم على الفوز وشعورهم بالمسؤوليه اتجاه ناديهم وجماهيرهم وتقديرهم لقيمه تيشيرت الاهلي اللي لابسينه، واكد كمان على ان الفوز ده بيضاعف من مسؤوليات كل عناصر المنظومه الكرويه وان كل واحد ليه الحق في التعبير عن فرحته امبارح، لكن من النهارده كل واحد يبدا يفكر في اللي جاي من مباريات وبطولات وان ده يعني قدر، يعني ده مسؤوليه وقدر كل واحد بيلعب للاهلي، عليه دايما مسؤوليه البحث عن الانتصارات ايا كانت التحديات المحليه او القاريه. الحقيقه كلمه قويه ومهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب وليها رسائل كتير جدا وبتدل على الروح والمبادئ اللي بيتعامل بيها النادي الاهلي. صح مظبوط، يمكن وده دايما يعني الحقيقه الاهلي بيعمله، كسبنا وفرحنا يلا نرجع بقى بسرعه نذاكر ونتعب علشان اللي جاي اكتر، اللي جاي اصعب بكتير، احنا لسه في البدايه. وكمان خليني اقول لك انه من ضمن الحاجات اللي وقفت فيها في كلمه كابتن محمود الخطيب رسالته للجماهير وشكرهم على وفائهم سواء اللي كانوا في الملعب او في كل انحاء العالم، وانه رجع الفضل من دعم للفريق واللاعبين ومنحهم الثقه والروح العاليه والدوافع للجمهور، وتاكيده في رسالته على ان الجماهير هتفضل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات. فالحقيقه رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب يعني كل اهلاوي بيفتخر بيه وبيوجه له التحيه والتقدير هو وكل المسؤولين داخل القلعه الحمراء كمان على المجهود الكبير اللي اتبذل علشان نقف تاني على رجلنا ونوصل اللي وصلنا له النهارده. خلينا نقول انه يعني احنا النهارده نقول انه احنا القمه. نروح من كرة القدم للسلة سيدات وفوز مهم على فريق سبورتينج بنتيجة 81-79 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات بطولة دوري السوبر على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، واللي قدم الفريق عرض قوي جدا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني، وكان فريق سيدات الأهلي نجح في تحقيق الفوز في المباراة اللي فاتت برضو على سموحة بنتيجة 94-78 وده ضمن منافسات بطولة الدوري، وده برضو مجهود محترم من فريق سيدات الأهلي وكل فرق الأهلي بقى سواء في الألعاب الفردية والجماعية. يعني الأهلي فايق بالظبط، الأهلي فايق. أنا بعتذر طبعا عن صوتي بس قبلك من الزعيق والغنى امبارح بجد فعلا يا هند، مجهود واضح جدا من الأهلي وتركيزه في 2023 سنة كده منورة من أولها في كل البطولات والألعاب. بس مش عايزين فوز الأهلي برضو يخلينا ننسى ونتجاهل فوز وتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للدور الثمانية بطولة كاس العالم بعد ما كسبنا امبارح برضو المنتخب البحريني الشقيق 26-22 في مباراة قوية جدا اتلعبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالمرحلة الرئيسية في البطولة، وبالفوز ده بيرفع المنتخب المصري رصيده لثمان نقاط في صدارة الترتيب عشان يضمن تأهله للدور اللي جاي بغض النظر بقى عن بقية نتائج المباريات الثانية، حتى نتيجة المباراة الصعبة أمام منتخب الدنمارك اللي هيلعبها بكرة الاثنين في الجولة الأخيرة احنا مش مهتمين بيها قوي. ألف ألف مليون مبروك لرجالة منتخبنا الوطني لكرة اليد وبالتوفيق ليهم، وكلنا عينينا على كأس العالم بإذن الله. ودلوقتي خلصت أخبارنا، تعالوا نروح للجزء الثاني في فقرتنا وهو تعليق في صورة.
زي ما شفنا طبعا الصوره اللي معانا النهارده، والحقيقه هي مش صوره، هي واحده من اكتر من صوره النجم الاهلي المخيف محمد شريف وعودته المهمه امبارح من الباب الكبير من مباراه القمه عشان يصالح الجمهور ويسجل هدفين مهمين جدا ويقول انا لسه موجود، انا محمد شريف هداف الدوري في 2021. محمد شريف يعني رعب حراس المرمى، وعايزه ابدا من لقطه محمد شريف ولحظه نزوله وتبديله بكهربا، واللي قال له وهو خارج لو كلنا خدنا بالنا قال له هتجيب جون، واكد عليها اكتر من مره، انزل هتجيب جون، وكانه قبل ما يطلع من الماتش حط الفيشه كده في الكوبس وفتح له الماتش وقال له انزل هتجيب جون. قد ايه طاقه حلوه بنديها لبعض في الملعب، ودي مهمه قوي الروح اللي عاملها كهربا حقيقه في الملعب. هو ما كدبش خبر، نزل وانفجر في الملعب وحط هدفين، مفيش احلى من كده. وكمان بعد ما جاب الهدفين في اللقطه دي، الحضن اللي كان ما بينه وما بين كهربا بيدل على قد ايه ان كهربا كان ليه دور كبير مع الفرقه والمدرب اللي راهن عليه في رجوع ثقه محمد شريف في نفسه ودعمه نفسيا بشكل كبير قبل الماتش، وبيدل على الروح الحلوه ما بين اللعيبه، وده يمكن اهم حاجه هند، ودي اكتر من اكتر طبعاً الحاجات واللقطات اللي بتبسطنا، الروح اللي ما بين اللعيبه فعلا. كهربا ادى روح كده مختلفه. كهربا من ساعه ما رجع من ماتش سموحه، خلينا نقول ان هو كل اللعيبه مش محمد شريف بس، في لعيبه كده طلعت حاجات كانت عندها قبل كده ومخبياها، ويمكن ده في هو ده اللي كنا بنقول عليه، يمكن حب الجمهور لكهربا ده مش من فراغ، مش بس عشان هو لعيب حريف، انما هو فعلا عنده انرجي معينه كده. وخلينا نقول انه كمان انه من اهم المكاسب زي ما انت قلتي في ماتش امبارح محمد شريف نجح امبارح انه يتحرر من كل الضغوط اللي كانت عليه. عشان كده عايزه اتكلم عن لقطه تانية بقى حصلت معاه في الماتش، وهي رفعه لتيشيرت 50 هدف. هو طبعا جاب، يعني محمد شريف حسب غلط، محمد شريف امبارح جاب ال 51 و52، بس هو جاي الماتش كولر مجهزه نفسيا ومعنويا كويس جدا، وعامل حسابه ان هو هيرفع التيشيرت، وكان كده سويسري مارسيل كولر براهن، يعني كانه قايل له اراهن عليك زي ما راهنت على كهربا الماتش اللي فات. وقد ايه كان الحقيقه محمد شريف قد الثقه، ويعني رجع كده محمد شريف المخيف اللي متعود ان هو يخوف المدافعين، رجع من تاني للتهديف، وخصوصا التهديف المفضل ليه في شباك الزمالك الغريم التقليدي، ويمكن هو عنده مزاج ان هو يسجل في شباك الزمالك، فبنقول له الحمد لله على السلامه ومش عايزينك تغيب عننا تاني، وان شاء الله اللي جاي احسن وتقدم مستوى اعلى، واحنا كجمهور ما بنسيبش لعيبتنا ودايما في ظهرهم، فشد حيلك وخليك مركز، احنا وراك وبندعمك، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي يكون افضل ان شاء الله يا هنوده باذن الله. خلصت دلوقتي فقرتنا الاولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهارده بتقول ايه، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقرتنا المناوره. مكملين معاكم حلقتنا، وزي ما كانت حلقتنا يوم الاربعاء عنوانها الاهلي والفولت العالي، حلقتنا ومنورتنا النهارده عنوانها الاهلي المخيف بمن حضر. والحقيقه في كل مره رجاله الاهلي بياكدوا لنا وياكدوا لجمهورهم ان دي مش مجرد كلمات بنقولها، لا واقع حقيقي بيحصل قدام عيون العالم كله. في كاس العالم اللي فات والنهارده وفي ظروف كتير جدا الاهلي اتحط فيها،
كان بيضطر انه ما يلعبش بالتشكيل الاساسي والجمهور بيبقى عنده شويه خوف وشكوك وده طبيعي، لكن كل مره بتيجي اللعيبه الموجوده على ارض الملعب وتقول لنا ما تخافوش كلنا واحد كلنا رجاله وقد فانيله الاهلي وقد المسؤوليه، ثقوا فينا وعمرنا ما هنخذلكم، ودي الحقيقه واللي بنشوفه منهم في كل مره. وعشان كده بنحيي بجد كل رجاله النادي الاهلي من الحريفه محمد الشناوي حارس المرمى الاول ورامي ربيعه ومحمد هاني وعلي معلول وخالد عبد الفتاح اللي في الحقيقه على الرغم من ان دي اول مباراه ليه مع الاهلي كاساسي وفي مباراه تعتبر صعبه جدا لانها مباراه قمه، الا انه كان قد الثقه والتحدي وعمل مباراه كبيره جدا. وكمان بنشكر طبعا طبعا حمدي فتحي اللي من وجهه نظري انا الشخصيه رجل المباراه، واليو ديانج وحسين الشحات وكهربا طبعا وعبد القادر وشريف كل اللعيبه في الحقيقه اللي كانت موجوده امبارح، بنشكركم جدا جدا جدا. صح مظبوط. يمكن يا أميرة التاريخ، خلينا نقول التاريخ بيتكتب والحاضر بيتسجل والمستقبل واضح، وده من مبادئ القلعة الحمراء. الأهلي ولاعيبته بيظهروا في كل وقت صعب وبيوروكوا قد ايه هم قادرين يكونوا قد الثقة والتحديات والصعوبات اللي بيواجهوها، وعشان كده بنقول انه مش اي لعيب حتى لو حريف يقدر يستحمل حمل تيشيرت النادي الأهلي. كلمة السر في انتصار امبارح واي انتصار الاهلي هو يرحمكم الله يرحمنا يرحمكم جميعا هو الروح والعزيمة اللي بيلعبوا بيها كل اللعيبة. يعني احنا كان عندنا 9 لعيبة اساسيين غايبين عن المباراة سواء للإصابة أو للإيقاف، يعني عمرو السولية، بيرسي تاو، كريم فؤاد، أكرم توفيق، عبد المنعم وغيرهم، ياسر إبراهيم. بنتمنى طبعا عودتهم بسرعة للملعب لأن في النهاية لو بصينا هنلاقي أن فرقة واحدة بس اللي بتعرف تفرح جمهورها، فرقة واحدة بس اللي لعبتها وقت ما الجمهور بيحتاجهم بيلاقيهم، فرقة واحدة اللي مهما كان عندها غيابات ومصابين ومشاكل لازم برضو يقولوا لجمهورهم احنا رجالة وموجودين. اي لعيب في ارض الملعب بيطمننا لان احنا واثقين انه مش هيتخاذل ولا هيستخسر 1% من مجهوده مع الاهلي. دايما الهدف واحد في كل ماتش سواء كان ماتش سهل ماتش صعب، المكسب دايما مش صعب على الاهلي ولا على لعيبه الاهلي الحقيقه. بالظبط يا هند، كلامك مظبوط جدا. ويمكن في لقطه تانية مهمه جدا برضه يا هند، عمر ما حد يعرف يشتريها باي فلوس، لقطه عمرنا ما شفناها ولا هنشوفها غير في نادي كبير زي النادي الاهلي، وهي لقطه التونسي علي معلول في الدقيقه 63 لما جمع اللعيبه كلها بعد الهدف الاول، وقف اتكلم معاهم وشجعهم وحفزهم واكيد وصل لهم تعليمات طبعا من المدير الفني. خلينا هنا نتكلم عن الخبره والشخصيه ودور القياده جوه الملعب، ازاي بينادي على اللعيبه زي ما شايفين مع بعض واللعيبه كلها واقفه بتسمع له، واحنا كلنا بيقول لهم ان احنا كلنا بنلعب مع بعض قلبنا على قلب بعض عايزين نحافظ على المكسب ونروح الجمهور اللي بيتفرج علينا وهو مبسوط ومش زعلان. فلقطه بجد لازم نتكلم عنها وتاخد حقها. يعني شيء بالشيء يذكر، انا عايزه اقول حاجه عن علي معلول. الميزه في علي معلول انه على الرغم من انه لاعب محترف الا انه عمره ما يحسسك انه مجرد لعيب محترف تونسي جاي يلعب في مصر في النادي الاهلي وماشي، تحس ان هو اهلاوي مصري ابا عن جد، يعني تحسه واحد من ابناء وناشئين النادي الاهلي، كل يوم بياكد على حبه وانتمائه وعشقه للنادي الاهلي. شخصيه من الشخصيات المحترمه اللي بتادب الواجب بتاعها على اكمل وجه سواء في الملعب او بره الملعب، وده الحقيقه اللي بنشوفه من كل المحترفين الاهلي بيجيبهم، لان اهم حاجه بندور عليها هي شخصيه اللاعب، شخصيه اللاعب اللي بتمشي مع طبيعه شخصيه الاهلي ولا لا، عنده نفس المبادئ اللي عند النادي الاهلي ولا لا، ده مهم جدا جدا. صح يا هند، لان معروف طبعا النادي الاهلي نادي ما عندوش النجم الاوحد، النادي الاهلي بيتعامل مع كل اللاعبين على انهم نجوم الفريق كلهم واحد، وده هو اللي بيوصل اللعيبه المحترفين ولاد النادي للروح دي، هو ده. بنتمنى ان الروح دي تفضل موجوده ونشوفها موجوده اكتر واكتر الفتره اللي جايه، خصوصا في كاس عالم للانديه وان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. وعايزين نجاحات كتير وفرحه كبيره، عايزين يعني ايه، مش عايزين نشبع من النجاحات دي، عايزين كل حلقه نيجي نبقى عاملين احتفال ومهيصين ومزقططين كده، لان بجد مفيش حاجه بتفرحنا غير النادي الاهلي. خلصت منورتنا دلوقتي، تعالوا نروح نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وصلنا دلوقتي لفقره استوديو الحريف. ما
لسه مكملين معاكم حلقتنا، وخلونا بقى نروح لتحليل المباراة ونشوف كل مدير فني عمل ايه، وازاي كولر قدر ان هو يتغلب على فيريرا مدرب الزمالك. ومعانا في الاستوديو واحد من نجوم النادي الاهلي واللي توج معاه ببطولات كتير جدا وكمان شارك في كاس العالم للانديه، وهو كابتن عبد الاله جلال اللي هنتكلم معاه عن مباراه القمه وشافها ازاي من وجهه نظره وتحليله الفني ليها ووضع الدوري دلوقتي كمان. لكن خلوني ارحب بالكابتن، برحب بحضرتك، منورنا. ده نورك والله، نوركم كلكم ونور جماهير النادي الاهلي كده. احنا حاطين عنوان لحلقتنا، الاهلي المخيف بمن حضر. انا عايزاك تحط عنوان لمباراه امبارح. لا هو حضرتك قلتي خلاص، الاهلي بمن حضر. هو ملخص المباراه كده امبارح، وخاصه لعيبه النادي الاهلي اللي شرفونا امبارح طبعا وعملوا اداء كويس، خاصه الشوط الثاني. الاهلي بمن حضر طول عمره، بمن حضر مفيش فرق بين اساسي واحتياطي، دايما اللي موجود في الملعب هو بيبقى راجل وبيبقى قد فانيله النادي الاهلي دايما، واللي بيميز طبعا لعيبه النادي الاهلي سواء اللي بره او اللي جوه هو روح النادي الاهلي. روح النادي الاهلي دايما بيبقى طاغيه على اللي بره قبل اللي جوه، وده شفناه امبارح لما كهربا جاب الهدف الاول، الدكه كلها جريت عليه. محمد شريف طبعا الحمد لله على السلامه، طبعا جماهير النادي الاهلي كلها بتبارك له طبعا، وفرحانه جدا لمحمد شريف ان هو احرز هدفين طبعا بعد طول غياب، وخاصه في ماتش كبير زي ماتش الاهلي والزمالك كده، فدي بتبقى حاجه كويسه. الحاجه اللي برده كانت طاغيه امبارح اللي هي زي ما قلنا كده، ان دكه البدلاء كلها كهربا او محمد شريف لما جابوا الاهداف بتاعتهم كل الدكه جريت عليهم وهنتهم وفرحوا مع الجماهير وحتى بعد الماتش، فكل ده بيميز النادي الاهلي، وده اللي هنفضل نقوله برضو لسه قلناه برضو، ده العنوان الملخص بتاع الاهلي بمن حضر. صح بالظبط كده. كابتن بتشوف ازاي صداره الاهلي وان هو فارق دلوقتي بثمان نقاط، وتقييمك كمان دلوقتي للي واصل له الاهلي؟ هو بصي دايما احنا يعني خلينا نتكلم بلسان حال جمهور النادي الاهلي، دايما انا بتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي اللي هو الطبيعي ان الاهلي دايما في الصداره. ممكن يحصل تعثر في بعض الماتشات في بعض الاوقات، لكن احنا ده اسمه منطقي في الكوره، يعني لازم هيحصل تعثر، ما فيش حد بيفضل على طول السهم بتاعه لفوق ماشي على طول او في المجمل عالي، اكيد هيحصل تعثرات زي ما حصل مثلا في ماتش فيوتشر او في ماتش سيراميكا، كانت فتره دي طبيعي بيحصل هزه، لكن الاهلي بيرجع بسرعه لمكانته الطبيعيه سواء في صداره الجدول او زي ما بيقولوا كده الاداء والنتائج الطبيعيه بتاعته، ان هي يبقى في مكسب وفي استمراريه للمكسب على طول، وده اللي الاهلي او خلينا نتكلم بشكل اوضح الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، ان هو يعني الفتره اللي فاتت بدا يعوض الفتره اللي حصل فيها اخفاقات بلسان حال الجمهور اللي هو ماتش فيوتشر وماتش سيراميكا، فعوض الفتره دي كلها ان هو برده رجع ناس، بدا يتكلم مع ناس، بدا يفوق ناس، بدا يطور من اداء ناس، بدا يشوف الاخطاء فين ويصلحها، وده اللي بدا يطغى على الاداء والنتائج بتاعت الفريق الفتره اللي فاتت، عشان كده الاهلي الفتره دي ماشي كويس والسهم بتاعه عالي، والحمد لله ان هو في الصداره، ويا رب دايما يكون في الصداره كده ان شاء الله. بقى هاخد من كلامك عن مستر كولر، وخلونا نتكلم عن جرأة مستر كولر في اختياراته للعيبه، يعني خلينا من ماتش سموحه ننزل كهربا من اول دقيقه، تيجي ماتش الزمالك الناس كلها على السوشيال ميديا كانت عماله تقول ايه لا ما ينزلش كهربا ده عشان مشاكل مش عارفه عشان ايه، خلاص ده ممكن ما يبقاش الفورمه، نزل كهربا والرهان بتاعه طلع صح، تبديله بالشريف وبرده رهانه طلع صح. قوه شخصيه كولر في الملعب عايزاك تكلمني عن ده. هكلمك بالمجمل كده، ما ينفعش المدير الفني دايما يبقى زيه زي الجمهور. صح. لو المدير الفني زيه زي الجمهور يبقى ايه الفرق؟ مظبوط. خلاص بقى نجيب اي حد من الجمهور ويمسك هو اللي ايه الفريق، فعشان كده دايما المدير الفني لازم يبقى نظرته مختلفه للاعيبه بتاعته. دي نمره واحد، نمره اثنين دايما المدير الفني هو اللي عنده الكواليس، احنا ما عندناش الكواليس، احنا عندنا المشهد الاخير اللي احنا بنشوفه اللي هو 90 دقيقه بتاعت الماتش، لكن ما عندناش الكواليس اللي هو حاله اللاعب سواء في التمرين، حاله اللاعب النفسيه في التعامل النفسي بين المدير الفني وبين اللاعيبه بتاعته، كل دي بتفرق، كل دي ممكن يكون اشتغل عليها، وده مؤكد 100% ان مستر كولر يكون اشتغل عليها الفتره اللي فاتت دي، وخاصه ان كهربا رجع من وقف 6 شهور
فتره كبيره جدا في عمر اللاعب الكوره ان يقعد من غير ممارسه ماتشات. مش هقول لك يعني برضو لما يكون الواحد بيتمرن ست شهور بدون هدف ومش عارف نهايه الموضوع ايه، فبتبقى مش لذيذه، بتبقى في حاله همدان عند اللاعب. لا، فهو ممكن يكون لعب على الحاله النفسيه بتاعت كهربا، وده بنسبه 70-80% لعب عليها. نمره 2، في وجهه نظر المدرب بنى عليها من خلال التمرين اللي هي الكواليس اللي احنا بنتكلم فيها، وكان طبعا اللعيبه اكيد بتتمرن كويس، بتنفذ الخطط بتاعته او الشكل التكتيك بتاعه اللي هو بيلعب عليه في الماتشات، وعشان كده هو اصر على انه يختار محمود كهربا انه يبدا بيه الماتشين اللي فاتوا، وكان عنده حسن ظن المدير الفني قبل ما يكون عنده حسن ظن الجماهير. الحاجه الثانيه، دايما احنا ما عندناش الكواليس ان احنا برضو نقدر نقول ان انا اشيل لعيب او اغير مركز لعيب من مكان لمكان. احنا عندنا دايما نقول مثلا ايه، كهربا معروف ان هو وينج، فبين يوم وليله هلعبه فرويد وهلعبه ايه، اهلي وزمالك، فالجماهير بتتخض وبتقلق. لا، انا ليا نظره، انا ليا مدير فني عندي واثق في اللعيب بتاعي، ان انا مهما احط او اغير المكان بتاعه هيديني. امبارح كلنا اتفاجئنا برضو ان خالد عبد الفتاح برضو مغير مكانه من باك رايت لسير باك. كل جماهير النادي الاهلي قالت ان محمد هاني هو اللي هيلعب في قلب الدفاع، وخالد عبد الفتاح هو اللي الباك رايت. فوجئنا بالعكس، وفوجئنا اكتر كمان ان خالد كان قد المسؤوليه وكان بيأدي برجوله وحماس وأدي تيشيرت للنادي الاهلي، وهاني برضو عمل ماتش كويس طبعا معاه. بس انا بتكلم ان هو كتغيير من مركز لمركز في ماتش كبير زي اهلي وزمالك، زي ما بنسمي كده الديربي بتاع الوطن العربي او ديربي القاهره، ده دايما بيبقى في حد ذاتها فيها ريسك وفي مخاطره دايما عند الجماهير، دايما بتحسبها كده بانها مخاطره. فعشان كده الحمد لله ربنا كرم ان هو اختياراته كانت في محلها، قد الثقه اللي هو اداها للاعيبه بتاعته، والحمد لله قد. احنا نقدر نقول ان مارسيل كولر خد شهاده معتمده وثقه كبيره جدا من الجمهور، ويمكن دي المميزات اللي انت كنت بتتكلم عليها يا كابتن. عايزين نتكلم برضو عن الحاجات اللي محتاجين ناخد بالنا منها الفتره اللي جايه. يعني هو برضو يعني الاخطاء ما بتخلص. صحيح. كره القدم دايما مبنيه على الاخطاء، سواء عندي او لا. كل ما قللت الاخطاء عندي كفرقتي دايما الاداء بيعلى معايا، ومن خلال الاداء لما بيعلى بتديني نتائج كويسه وبجيب اقصى حد في النتائج. والعكس، كل ما بعتمد على اخطاء الاخرين وبدوس فيها وبشتغل على الثغرات بتاعت الاخطاء الفرق الثانيه بجيب اداء كويس، وفي نفس الوقت بجيب. انا فاهمه برضو يعني كويس. مثلا امبارح شفنا الشوط الاول مش حلو زي الشوط الثاني، الاهلي ابتدى يبدع في الشوط الثاني. ما هي الحاجات دي اللي احنا بنخاف منها وعايزين الشوط الاول يبقى زي الشوط الثاني، عايزين كل حاجه تبقى كويسه، عايزين او احنا عندنا احنا عندنا برضو يعني برضو ايه، احنا عايزين اللاعب المصري ما بيت يعني في الحته الفكريه او الحته العقليه ما بيتطورش بسرعه على قد الفنيات. يعني احنا عندنا اللاعب المصري بالعموم، مش بتكلم على الاهلي بس او يعني لا، بتكلم على اللاعب المصري بالعموم ما بيحاولش يطور من العقليه بتاعته. العقليه ايه؟ ان هو يستفاد وان يصلح اخطائه ويقلل اخطائه بسرعه فاقرب فرصه. دايما عندنا حته اللي هو اللي بيقول لك الماتش ده بيحصل فيه بتاع اول ربع ساعه جس نبض. احنا بقينا دلوقتي دخلنا بقى الشوط الاول كله جس نبض، ونبدا بقى ايه نشوف بقى الشوط الثاني من الفرقتين. يعني خلينا نقول الشوط الاول ما كانش فيه حد اعلى من الثاني ولا 1%، الفرقتين كانوا بالنسبه لي متساويين بشكل كبير. كان في برضه شده وخضه، ويعني الفريقين لا هو ممكن يكون في حرص زياده بعض الموضوع بيبقى موضوع حساس جدا. هو ممكن يكون في حرص زياده، هو هي المشكله بس كلها ان في حرص زياده. في ساعات دايما الحماس ممكن لما يكون او شده التركيز بتبقى اعلى من المسموح بيها بتقلب بشكل سلبي. فممكن يكون بعض اللعيبه امبارح برضه، لان هي عمليه جماعيه، انا ممكن اكون مركز بس اللي جنبي مركز بزياده فمشدود، فلما بيطلع لي باص بيطلع لي باص مش مظبوط، فبالتالي انا بأدي الدور بتاعي مش كويس. هي عمليه جماعيه بنأثر على بعض فيها، بدليل ان احنا الكره مثلا، خلينا نتكلم في كره واحده بس بتاعت حمدي فتحي، كره اتلعبت جاي بيسيطر عليها، عدت من تحت رجله جت خبطت في العارضه.
دي برضو ممكن يكون حماس زيادة، تركيز زيادة منه، فعشان كده الكرة بعدت أو معرفش يسيطر عليها. ده ممكن يكون مجمل الشوط الأولاني، إن هو شدة من جانب الفرقتين، خوف طبيعي بس بزيادة شوية من عند الفرقتين اللي هو عاملين حساب لبعض قوي. وخاصة خلينا نتكلم إن إحنا بقى إيه، إن دايما الفريق الخصم دايما بيعمل بيبقى عامل حساب قوي للنادي الأهلي، فبرضو المساحات كانت قليلة، الشغل التكتيك اللي متفق عليه من المستر كولر كان برضو في نسبة ضعيفة في التنفيذ، هو ده اللي كان مجمل الشوط الأولاني. والشوط الثاني طبعا، الشوط الثاني الدنيا فتحت بقى. لا الشوط الثاني برضو خلينا نتكلم برضو ان في جزء كبير برضو زي ما قلنا بنتفق ان في أخطاء فتحت لي انا الملعب. انا كان المدير الفني للخصم برضو ممكن يكون عمل أخطاء قبل التغييرات، عشان كده الناس برضو الناس بتتكلم على ان هي التغييرات بس اللي عملها مستر فريرا في نادي الزمالك فرقت كتير مع الاهلي. لا انا برضو عندي برضو الشغل اللي اتعمل من او خلال تسريع الريتم المباراه من خلال اللعيبه بتاعتي، وان انا العب برضو على الثغرات اللي موجوده في التيم اللي موجود الشوط الثاني قبل ما تحصل التغييرات برضو فتحت لي الملعب. يعني احنا مثلا افترض او اعتقد ان الجون الاولاني بتاع حمدي بتاع كهربا لما حمدي فتحي لعبها بالعرض تقريبا قبل التغييرات، تقريبا قبل التغييرات اللي لم تخن الذاكره، بس برضو بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنعتمد عليها او مستر كولر بيعتمد عليها. بعد تغيير منهم وكان الثاني وكان التغيير الثاني على الخط، يعني كان لسه على الخط. هيرفع اللوحه بتاعت التبديل كهربا جابت جول. فهي برضه هي خلينا برضه نمشي في نفس الايه. هنكمل يا كابتن، هنكمل بس عندنا فاصل، هنطلع فاصل ونرجع تاني. نرجع فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل بقيه حلقتنا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه معانا ومنورنا الكابتن عبد الله جلال نجم الاهلي السابق. ونروح من ماتش القمه وكواليس ماتش القمه، ولا نستنى شويه نكلمه عن الاخطاء اللي حصلت امبارح؟ لسه عايزين نتكلم شويه عن الماتش، لسه في حاجات كتير عايزين نتكلم عنها. عايزين نتكلم عن مستر فريرا. يمكن احنا قبل الفصل حضرتك كنت بتتكلم عن التغييرات اللي عملها مستر فريرا. من وجهه نظرك سبب خساره الزمالك امبارح؟ والله انا شايف هنا برضو يعني بنسبه 90%، مش هقول مثلا، خلينا نخفض النسبه شويه برضو عشان ما نبخس حد. فالاهلي برضو عمل ماتش كويس، بس في نفس الوقت في تغييرات اتعملت سيئه جدا. وخلي بالك ما هي مش ماتش الزمالك، مش ماتش الاهلي والزمالك بس. مستر فريرا بقاله 4 ماتشات، ويمكن الكلام ده انا قلته على السوشيال ميديا وقلته لناس زملكاويه حبايبي من باب النصيحه، الراجل بقاله 4 ماتشات ماشي غلط. سواء في تشكيلات او طرق لعب او تغييرات. خلينا نتكلم في التغييرات، لان اللي خصنا امبارح في ماتش الاهلي ويمكن فتح بنسبه كبيره وحسن الاداء وفتح الماتش هي التغييرات بتاعته. تغييرات امبارح غريبه جدا، وهو برده يعني مصمم ان هو يمشي في المسلسل بتاع التغييرات، سواء ان هو يبدا بحد ويغير حد فبيغلط، يعني بيجي يصلح الغلط اللي هو عمله بيصلحه بغلط تاني، زي ما هو عمل كده امبارح، طلع عبد الشافي نزل سيد نيمار اللي هو ما بيلعبش برجله الشمال، دي نمرة 1. نمرة 2 طلع برضو حمزة المسلوسي اللي هو باك رايت فعلي وحافظ مكانه، حافظ واجبات مركزه، جاب محمد عبد الغني حطه باك رايت اللي هو اصلا مساك وكان بيلعب في نص الملعب اللي هو من البداية اصلا مش نص ملعب. فهنا برضو احنا بنتكلم في مسلسل التغييرات عند مستر فريرا، ونقيس على كده ان في الماتشات اللي فاتت سواء في ماتش الداخليه ماتش اسوان، دول الاقرب للذاكره برضو في الماتشات بتاعتهم كان نفس الموضوع وماشي على نفس المنهج. تشكيلات او بيبدا بدايه غلط، ولما بيجي يصلح الغلط بيغلط اكتر فبيسوق الاداء وبيسوق بعد كده النتيجه، عشان كده بيوصل للي احنا شفناه امبارح. بس طبعا ده ما يقللش من مكسب النادي الاهلي، وزي ما قلنا كده في الاول وفي الاخر هي اللعب لعب كره القدم اصلا بتعتمد على الاخطاء، وانا استغليت الخطا بتاعك
انت اديتني هديه على طبق من دهب زي ما بيقولوا كده، وانا استغلتها وكسبت. صحيح. في الاول في الاخر اكسب. يمكن كنت بكلم مع حد من الزملاء قبل الهوا وكنا بنقول انه كان بيقول لي الزمالك غلط في كذا ومش عارف ايه، قلت له ما هو ده هنا الفرقه القويه بتيجي، ان انت تبقى مجهز نفسك كويس قوي عشان لما اللي قدامك يغلط تعرف تستغل الغلط ده كويس. ما هو ياما شفنا ماتشات الخصم بيغلط وانت ما بتعرفش تأدي كويس، هو ده مكيد. اللي وصلنا يعني كولر قاعد في الملعب زيه، يعني اقول لك ايه، زي الجمهور قاعد مركز مع الكوره وبيشوف ده بيغلط هنا وده حصل والابديتس كلها مركز فيها وبيقول لهم اعملوا كذا والنوت استغلوا دي النوت اللي قاعد انت بتكتب ايه يا استاذ كوره؟ الناس عايزه تعرف اللي بيكتب. الناس تعرف على طول بيكتب. الناس عايزه تعرف اللي اتكتب يعني. احنا عايزين نكمل اسئله كتير معاك، بس عايزين نطلع بس من ماتش القمه ونروح عليه كده شويه، وتكلمنا عن مشوارك مع الاهلي وبدايتك معاه كانت امتى وكل حاجه. يعني انا مشواري بدا اولا كنت بلعب في مركز شباب المدينه في السويس، وكان معايا مدربين يعني في منهم الله يرحمه يعني وفي منهم اللي عايش ربنا يديه الصحه، بس النقله جت عن طريق كابتن احمد الطيب، يعني كان هو حكم وكان بيشافني في احد التمرينات يعني وكده، وتواصل مع المسؤولين في النادي الاهلي، وكان ساعتها مستر كروفر هو وكابتن محمد وهبه هم اللي ماسكين مدرسه الكوره، وحصل تواصل بين الكابتن احمد طيب وكابتن محمد وهبه، والحمد لله حصلت النقله دي، وبدات اتدرج من خلال الفرق الناشئين الحمد لله، لغايه ما لعبت برضو كنت راجع من بطوله افريقيا، والحمد لله بدات اتصعد من الفرق الناشئين للفريق الاول، اتمرنت اول سنه، وبعد كده الموسم اللي وراه مستر مانويل جوزيه كان بيتابع الفرق الناشئين، والحمد لله اختارني من فرق الناشئين، كنت مصعد مع فرقه اعلى مني يعني، كان الفرقه بتاعت كابتن عماد متعب، والحمد لله خدني من المجموعه دي وكنت مميز الحمد لله، وكملت المسيره بتاعتي بقى الحمد لله لغايه ما وصلت بقى 2006 2007، ده الموسم الجيل الذهبي زي ما بيقولوا كده، كان فيه كل البطولات الحمد لله، دوري، كاس، دوري ابطال افريقيا، ثالث كاس عالم الحمد لله، سوبر افريقيا الحمد لله، كنت واخد كل البطولات في الوقت ده مع النادي الاهلي الحمد لله. فاكر اول يوم ليك في النادي؟ فاكر اول يوم ليا في النادي. اه احكي لنا عن اول يوم ليك في النادي الاهلي. اول يوم كان اخواتي الكبار هم اللي خدوني، انا طبعا كنت 12 سنه او 13 سنه تقريبا، وخدوني من بيتنا يعني وكده وودوني النادي الاهلي، وكان في تواصل بين يعني خدت رقم الكابتن احمد ناجي تقريبا انا فاكر كده، تواصلت معاه وهو استقبلني على باب النادي الاهلي فرع مدينه نصر الناشئين هناك، وخدني من ايديا ووداني عند مستر كروفر وكابتن محمد وهبه وعرفنا عليهم، ونزلت التمرين يعني الاول غيرت ونزلت التمرين مع فرقه الناشئين، والحمد لله كانت تمرينه كويسه، والحمد لله كابتن محمد وهبة اثنى عليا، وحصل تواصل بعد كده مع المسؤولين في السويس، والحمد لله تم. وانت داخل بقى كده النادي الاهلي وانت بقى عندك 12 سنه وده حلم كل اي واحد بيلعب كوره في مصر عايز يروح النادي الاهلي، كنت بتقول ايه لنفسك من جواك كده، بتفكر في ايه؟ يعني هو لو قلت لك ان الصدف او الحظ او توفيق ربنا سبحانه وتعالى، طبعا ربنا اكرمني ان انا اصلا كنت هبطل كوره قبل ما اروح النادي الاهلي على طول في التوقيت ده. والدي الله يرحمه كان بيهتم بحته التعليم شويه يعني. وانا الحمد لله يعني بحب الكوره قوي. وكان ليا يعني ايه، كان زي ما بقول كده بلعب في مركز الشباب ده في اخر ماتش خلاص اللي هو اخر ماتش. فلازم العبه. وكان الكلام ان انا يعني عارفه اللي هو الطموح ان احنا عندنا في السويس اللي هو ايه منتخب السويس حاجه عظيمه ان انت تلعب بقى ماتش كويس جدا قدام منتخب السويس والناس تتكلم عليك، فدي حاجه جامده يعني. توب يعني. فالحمد لله عملت ماتش مميز، وبعد الماتش تقريبا برده كان في تمرين ليا، فالكابتن احمد طيب كان بيتمرن، كان هو حكم برده في الوقت ده بيتمرن، وجي وقفني وسالني سؤال يعني اللي هو ايه ملهوش علاقه وانا جاوبت يعني جاوبت اجابه ملهوش علاقه بالسؤال. اوكي. يعني تروح منتخب السويس ولا الاهلي ولا الزمالك تقريبا عشان ما برضو او الاسماعيلي مش فاكر عشان برضو هو اسماعيلاوي شويه برضو كابتن احمد طيب برضو يعني. فرديت عليه حاجه ثانيه خالص قلت له الاهلي. يعني انا قلت له حاجه ايه؟ قلت له الاهلي. قال لي الاهلي؟ قلت له خلاص. عدى يومين وبعد كده لقيته هو بيتصل بيا في البيت يعني
لا خلى كابتن رافض بن داري كان برضه هو المدرب بتاعي، ربنا يديه الصحه يعني، هو في من ماسك مدير فني منتخب فرقه بنياس براعم هناك، ربنا يديه الصحه يعني. فكلمني وقال لي كلم كابتن احمد طيب عشان هو عامل لك حاجه كويسه. كلمته فهو قال لي بتوع النادي الاهلي عايزينك وكده، وحصل ايه تواصل. وحصل بقى بعد كده ان انا رحت النادي الاهلي وقابلت الكابتن احمد بهبه، والحمد لله عملت حاجه كويسه هناك، وبعد كده حصل التواصل بين المسؤولين وخلصت مع النادي الاهلي. توكلت على الله. الحمد لله. يعني عايز اسالك كابتن، ايه اهم البطولات اللي شاركت فيها مع الاهلي؟ انا دايما بقول ان اهم بطوله في حياتي مع النادي الاهلي هي دوري ابطال افريقيا 2006. اشمعنى؟ ليها ذكرى كويسه معايا، ويمكن لو كلنا لو الناس كلها انا شخصيا يعني، انا بتكلم انا شخصيا يعني. اولا يعني ما كانت دي يعني اول بطوله ليا مع النادي الاهلي شارك في دوري ابطال افريقيا اتحط اسمي في القائمه الرسميه. دي حاجه. الحاجه الثانيه شاركت بشكل فعلي في الماتشات الحمد لله. وعشان نوصل للنهائي ده ورايح بقى يعني رايح ان احنا خلاص بقى احنا متعادلين في القاهره ويا رب بقى ايه نكسب هناك حتى 1-0. فانا قاعد على الدكه اصلا بعيط. يعني انا قاعد بعيط. وخلاص فاضل بالظبط 5 دقايق. وقاعد بعيط. ويعني حصل موقف يمكن من فتره قريبه تقريبا، كان كابتن امير عبد الحميد حكى الموقف زي كده. بس انا قاعد بدعي يا رب البطوله دي اخدها. عشان دي انا مش هقول لك مش فعلا، هو انا مش ضامن بعد كده يبقى في استمراريه ليا في الفريق، مش ضامن ان بعد كده يبقى في استمراريه ان انا اخد بطولات مع النادي. ما حدش ضامن برضو الايه الظروف، لان الكره مش مضمونه. حاجه في ايدك. اه بالظبط. عايز تعمل فانا عايز حاجه اول مره اوصل نهائي. فقاعد بعيط وعمال اقول يا رب يا رب يا رب وفعلا جه الجون. انا يمكن لو تعادل كل الناس لما بتيجي الجون بتاع كابتن ابو تريكه وبتاع، انا اول واحد بجري عليه وبنط عليه. انا من الفرحه الهستيريه مش حاسس بنفسي، مش حاسس بنفسي. ودي اهم كانت يعني اي حد بيسالني عليها بقول له دي اهم بطوله في حياتي الحمد لله. اخيرا احنا للاسف وقتنا بيخلص، بس اخيرا عايزاك تقول بما انك شاركت في كاس العالم للانديه واحنا داخلين على كاس العالم للانديه، فاحكي لنا كده شويه كواليس عن كاس العالم للانديه. شويه كواليس يعني، طبعا الكواليس هناك بتبقى كتير خاصه يعني مش عارف اجيب لك تمارين. يعني مثلا التوقيت، اختلاف التوقيت ده اللي هم 7 ساعات توقيت، ان احنا بنبقى رايحين التمرين كنا طبعا عشان في اليابان، فكان ما بين الفندق اللي احنا قاعدين فيه وبين ملعب التمرين بتاع نص ساعه بالباص. طبعا اللعيبه عشان مش متعوده، وطبعا انت بالتوقيت الساعه البيولوجيه بتاعتك تبقى نوم، وهم هناك صحيان. احنا بنبقى رايحين الباص بقى عاملين زي عمال يطلعوا كده زي الاطفال رايحين المدرسه، بيناموا كده على كتف بعض لغايه ما نوصل الملعب نبدا نصحي بعض بقى وكده لغايه ما ننزل الملعب. دي من ضمن الكواليس اللي كانت هنا حصلت هناك. فقعدنا بتاع فتره لان احنا البطوله دي بالذات اول بطوله خدنا فيها ثالث عالم. زي ما بقول كده صلحوا، او الاداره او الجهاز الفني صلح الاخطاء اللي حصلت البطوله اللي قبلها. عملنا معسكر قبلها ب 10 ايام، عملنا ماتش ودي مع فرقه من هناك درجه ثالثه والحمد لله كسبناها، كنا عملنا برده ماتش مميز هناك. فكل دي كواليس كنا بنعديها. يعني من ضمن الكواليس برده كان في احمد شديد وحسام عاشور جايبين جهاز بلاي ستيشن وحاطينه في الاوضه عندهم. نخلص التمرين محدش يروح الاوض بتاعته عشان ما ينامش. فلو نمنا هنبقى نفس الساعه البيولوجيه، لان انت هيبقى عندك بتاع عشان نظبط. لازم نروح نتجمع في اوضه حسام عاشور او احمد شديد كده عشان نقعد نلعب بلاي ستيشن ونقعد بقى تكمل بقى بنكمل الحاجات دي. دي من ضمن الكواليس. حضرتك شرفتنا ونورتنا، وبتمنى يعني كده ان شاء الله يبقى مشوارنا في كاس العالم للانديه السنه دي نحقق رقم اكبر او ناخد كاس عالم انديه. مفيش حاجه بعيده يعني. ايوه لا ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله. توقعاتك ايه صح لمشوار اهلي كاس عالم انديه؟ بصي انا اتمنى دايما ان النادي الاهلي يبقى دايما نمره واحد. صح. بس قول توقع كده الامنيه عشان لو حصل صح نجيبه لك في حلقه بعد كاس عالم انديه. اتوقع ان شاء الله باذن الله يعني يعني اضعف الايمان ثالث زي ما احنا برونزيه. شرفتنا. الله يخليك. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة، استشارة طبية.
استشارتنا الطبيه النهارده هتكون عن اكتر المشاكل المنتشره اللي تقريبا كتير مننا بيعاني منها، وهي مشاكل وجع العظم، وان عظمنا على طول وجعنا، بنتعب من اقل مجهود وعلى طول حاسين باجهاد وخمول، وان جسمنا تقيل، ممكن كمان واحنا بنتحرك وبنمشي نحس بصوت زي طرقعه كده في المفصل والم شديد جدا. والحقيقه كتير مننا بيكون منتبه ان سبب رئيسي من كل المشاكل دي هو نقص الفيتامينز والمعادن الموجوده في الجسم، واللي من اشهرهم هو فيتامين دي. عشان كده هنتكلم معاكم عن كيفيه الوقايه من اعراض نقص فيتامين دي مع ضيفي اللي منورني دكتور علاء الدين احمد، المستشار العلمي لشركه باكس فارما. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا بيك، وانا مسعد جدا بوجودي معاك في اول حلقه ليا معاكم، والف مبروك على البرنامج. جايه متاخره شويه بس الف مبروك. وعايز بس يعني اللي اختار اسم البرنامج بسم الله ما شاء الله الحريفه. على فكره الحريفه فيها حاجتين، ممكن تبقى جمع ممكن تبقى مفرد. صح. الحريفه والحريفه. صح، الحريفه. على فكره الكرسي بتاعنا النهارده فيه الحاجه دي برضه بجد. الحاجه الثالثه بقى طبعا لازم نقول للساده المشاهدين الف مبروك على فوز الاهلي امبارح. الله يبارك فيك يا دكتور. ودي حاجه كويسه ان انا موجود ولسه الاهلي كسبان امبارح. طبعا بنلاقي ملحوظه اخيره اقولها بقى. اتفضل. مش عارف انتوا اخوات ولا مش اخوات، بس من الواضح ان انتوا عشان بتحبوا بعض قوي بقى فيكم شبه من بعض بجد. مش اخوات بس اكتر والله. اه شفت بقى ازاي الناس لما بتحب بعض بيبقى شبه من بعض. دي حلوه كده، حلوه كده. معرفش الملاحظه دي حد قالها لكم قبل كده ولا لا؟ لا لا بس يبقى انا متبرج اهو. بيقول يا شبه كنزي، واحده صاحبتي، واحده بتنورني. بعد يبقى تيجي معاكم بقى. بس فعلا فيكم شبه من بعض. بس حضرتك في المقدمه حضرتك اثرتي موضوع في منتهى الاهميه. حضرتك لو تفتكر من 4 5 سنين كان في اويرنس، كان في توعيه للموضوع ده، وابتدوا يعملوا تحاليل حقيقة. لان اكتشفوا ان فيتامين دي هو عامل مشترك في معظم الامراض اللي احنا ما كناش عارفينها. يعني مثلا تلاقي يقول لك واحد يقول لك انا ما بنامش كويس، او داخل في دور كآبه، او عظمي بيوجعني، او يقول لك انا بعمل انظمه غذائيه بس ما بخسش، او بشرتي فيها حاجه. لما ابتدوا يعملوا التحاليل وجدوا ان المشكله عندنا الاساسيه في نقص فيتامين د اللي هو فيتامين دي. ونقول معلومه كده بالناس، اشاره طبيه، فيتامين د للتحليل هو دايما نورمال من 30 ل 40. يعني لو حد راح عمل التحليل في المعمل اقل من 30 خلي بالك انت عندك نقص فيتامين د. تمام. فمن هنا ابتدت الناس يبقى عندها توعيه بنقص فيتامين د. هي قصه مش كده، اكتشفوا ان 90% من الشعب المصري عندهم نقص فيتامين د. تمام. ده سببه ايه بقى؟ ده غريب جدا، ده حلو قوي. خلي بالك بقى تلاقي على وورلد وايد على مستوى العالم 6 مليار من الناس، بيمثل حوالي 50% من تعداد الناس على مستوى العالم عندهم مشكله في نقص فيتامين د. ليه بقى موجود في مصر الموضوع ده، منتشر في مصر، برغم ان احنا فيتامين د هو بيسموه فيتامين الشمس، احنا ملوك الشمس. احنا الشمس، بس يعني. هل احنا بنتعرض للشمس ولا ما بنتعرضش للشمس؟ دايما انا بقول ان كل ما الرفاهيه بتزيد كل ما الامراض بتزيد فالعلاج يزيد. تمام. ليه الدكاتره تشتغل صح؟ ايوه. خلي بالك ليه بقى، لان الناس بتتعرض للتكييف كتير، الناس بطلت تتعرض للشمس فترات طويله. صح. تيجي معلش الستات، بما ان احنا في برنامج الحريفه، الصن بلوك شغال كتير قوي، فبتلاقي التعرض للشمس بقى بيقل. وعلى فكره اصل هو فيتامين د بيسموه فيتامين الشمس لان الشمس هي المسؤوله عن تحرير فيتامين د في الجسم. الحاجة التانية، طب المصادر الغذائية بتاعته، هل احنا بنتناولها؟ يعني مثلا تلاقي الأسماك الدهنية اللي هي السلمون، السردين، الماكريل، هل احنا بناكل الأسماك دي؟ هل لينا وجبة في الأسبوع لازم يبقى فيها سمك؟ ده ما بيحصلش. صفار البيض مثلا من ضمن المصادر الأساسية لفيتامين د. تيجي مثلا حضرتك عصير برتقان، هل كل الحاجات دي احنا بننتظم عليها؟ مع العلم إن احتياجات الجسم في اليوم في الناس الأدلت من 2000 ل 4000 وحدة دولية. تمام؟ فيتامين د بقى، بما إن احنا بنتكلم في مشكلة العظم، فيتامين د ده هو الاساس اللي انا ببني عليه. يعني لازم انا ابقى حاطط اساس كويس عشان خاطر اقدر ابني عليه. بمعنى اخر ايه؟ طب تعالوا بقى نعرف العظم، مش احنا جبنا سيره العظم، حضرتك جبت سيره المفاصل، لازم نعرف الاول للساده المشاهدين يعني ايه عظم ويعني ايه مفاصل. حلو. العظم هو من ضمن مكونات الجسم اللي هو الهيكل العظمي. تمام؟ العظم ده هو الاساس فيه هو الكالسيوم. الكالسيوم هو المسؤول عن تكوين العظام، والفسفور هو المسؤول عن قوه العظام. خلي بالك بقى كلمه الكالسيوم دي عايزين نحطها تحتيها 3 خطوط دلوقتي. تمام. وحضرتك جبت سيره المفاصل، المفاصل بيعرفوها ازاي؟ ان التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف بيسموه مفصل. مفصل ركبه، مفصل كتف، مفصل حوض، مفصل كتف. اي عظمتين بيلتقوا ببعض عن طريق الاربطه
وبينهم غضاريف، ده بيسموها مفصل. الغضاريف فايدتها ايه؟ الغضاريف هي اللي بتاع المخدات اللي بتمنع احتكاك العظم ببعضه. اوكي. وسبحان الله ما بين هذه الغضاريف في سائل بيسموه الهيالورونيك اسيد عشان يمنع احتكاك الغضاريف ببعض. حصلت صوره الطقطقه. الطقطقه دي على فكره مؤشر، خلي بالك انت بقى عندك مشكله، السائل ده ابتدى يقل. وهنخش في تاكل الغضاريف، وهنخش بعد كده معانا دكتور الشرحه في 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 خشونه الركبه. وخشونه الركبه هنا دي مقدمه لتغيير المفصل، وما ادراك تغيير المفصل. الفيديو ده بيوضح هو ان احنا عندنا ده المفصل اهو، عظمتين ببعض بينهم الغضاريف، في عندنا مشكله في العظم، وبعد كده بيحصل عندي التهاب في الاربطه. فايه اللي بيحصل؟ ان بيبتدي السائل ده يقل. فالسائل لما يبتدي يقل الغضاريف تبتدي تاكل في بعض. لما تبتدي تاكل في بعض بعد كده العظم ياكل في بعض، نخش في خشونه الركبه او خشونه اي مفصل. وبعد كده ده يؤدي لتغيير المفصل. تمام. احنا النهارده بقى جايين نحل هذه المشكله. هو قصدي مش نحل هذه المشكله، احنا نمنع هذه المشكله. نمنع من عشان المنع احسن من العلاج. الوقايه خير من العلاج. وعلى فكره دي الهدف الاساسي من المكمل الغذائي، ان هو يمنعك تخش في هذه المشكله. صح. نرجع بقى كده دقيقتين ورا، احنا قلنا ايه؟ الكالسيوم. صح. مظبوط. وقلنا فيتامين د. فيتامين د هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. يعني انت لو عندك نقص في فيتامين د يبقى عندك مشكله بالتبعيه في الكالسيوم. حتى لو انت بتاخد كميات الكالسيوم المفروض ان احنا ناخدها، وبان احنا بنتكلم في الاستشاره الطبيه علمونا في الكتب المفروض انك تاخد في اليوم من وحدتين لثلاث وحدات كالسيوم، اللي هو المصدر الاساسي للكالسيوم هو المنتجات الالبان. يعني تشرب كوبايتين لبن او كوبايتين لبن وكوبايتين، ده ما بيحصلش. ما بيحصلش. حضرتك قلت ايه؟ ما بيحصلش. فبالتبعيه انا عندي مشكله في الكالسيوم وعندي مشكله في فيتامين د. اوكي. طب نحل هذه المشكله ازاي بقى؟ اول مكمل غذائي عندي اللي هو الفيدا بيكس. الفيدا بيكس التركيز الفيتامين د فيه 2000 وحده دوليه. يبقى انا النهارده اول مكمل غذائي عندي، وكلمه مكمل غذائي انا حاطط لك فيتامين د من مصادر طبيعيه. اوكي. 2000 وحده دوليه. اللي هي احتياجات الجسم في اليوم. اللي هو الفيدا بيكس. وعلى فكره دايما في واحنا بنتكلم في الكورس بتاعنا هنتكلم في جرعه وقائيه وجرعه علاجيه. اوكي. لو وقائيه انا باخد قرص واحد بعد الفطار. يعني انا ما عنديش الاعراض او ما عملتش التحليل فاكتشفت ان انا ما عنديش لسه ما عنديش المشكله بتاعت نقص فيتامين د. تمام. لو عندي الاعراض باخد قرصين في اليوم اللي هم ال 4000 وحده، ودي هنا بقت جرعه علاجيه. مظبوط. يبقى انا حطيت يعني الاساس. يعني لو انا ما عنديش نقص في فيتامين دي وعايزه ما اجيليش امنع. ايوه. اخد قرص بعد الفطار. اخد قرص بعد الفطار. لو انا بشتكي هاخد قرصين. اوكي. حطيت الاساس وحليت مشكله فيتامين د، بس انا عندي مشكله تاني، مشكله الكالسيوم. لان انا ما باخدش الوحدات الجرعات اللي انا المفروض اخدها او الوحدات اللي المفروض اخدها من الكالسيوم. فبالتالي الفيتامين دي مش هيمتص الا لو في كالسيوم، اللي هو الكالسيوم المسؤول عن تكوين العظام. تمام. عشان كده اديتك المكمل الغذائي التاني بتاعنا اللي هو السيد زيت ماكس. وتركيز الكالسيوم فيه 1350 وحده. تمام. او ميلي جرام. وزي ما موجود عندنا في الشاشه. وخلي بالكوا الكالسيوم اللي موجود فيه موجود في صوديوم الكالسيوم سيتريت. السادة المشاهدين عندهم مشكلة، اللي بياخد الكالسيوم يقول لك انا لما باخد الكالسيوم معدتي تقيل. حلو قوي الاكسبريشن ده. هي المشكلة في الكالسيوم مش في الكالسيوم، محطوط في انهي صورة؟ معظم اللي موجود في السوق محطوط في صورة الكالسيوم كربونيت. الكالسيوم كربونيت ده لما تاخده هتلاقي بيأثر في المعدة، بيعمل لك القرص حضرتك وتقول عليه ده، وممكن يعمل لك ألم في معدتك. ألم تعويمة كده تحس ان انت. ايوه. وممكن يدخلك في امساك. احنا حاطين الكالسيوم في صورة الكالسيوم سيتريت ما فيهوش هذه المشاكل. لا بيأثر ولا بيتاثر بالمعده. وعشان كده في الاوروبيان وفي امريكان هو الكالسيوم الموجود موجود في صوره الكالسيوم سيتريت. وعلى فكره بيكتبوه روتيني بعد 35 سنه، يقول لك خد لي قرص كالسيوم في اليوم. بس موجود في كل صوره الكالسيوم ايه؟ أوكي. كالسيوم سيتريت. يبقى احنا دلوقتي حلينا مشكله فيتامين د، مشكله الكالسيوم. مظبوط. بس احنا في المقدمه قلنا المفاصل بالظبط. دي مهمه، اهم مكمل غذائي بقى اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. لان مشكله المفاصل دي مشكله صعبه جدا، ومشكله على فكره ما اصبحت ما مش موجوده، حتى موجوده في كل الاعمار السنيه، مش كبار السن فعلا. حضرتك لان احنا بنمسك الرفاهيه بقى، نمسك الموبايل وبنقعد فتره طويله ما بنتحركش، ايه ده انا كتفي بيوجعني. الله. الناس اللي بتقعد فترات طويله سايقه، الله ده ركبتي بتوجعني. كل دي بقى انت عندك مشكله في المفصل. انا بتحرك رجلي يا دكتور. برافو عليك. برافو عليك. عشان كده دخلنا بالمكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. الجوينت بيكس ده هو خاص بسلامه وصحه الاربطه والغضاريف.
الجونت بيكس ده اللي هو 5 في 5 اهو معانا برده اهو بالظبط كده. هو عشان كده بيسموه القوة الخماسية لراحة وسلامة المفاصل. هو فيه خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. الجسم بيعمل ايه؟ الجسم بينتج حاجة اسمها الكلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك أسيد. الكلوكوزامين والكوندروتون دول مسؤولين عن سلامة وصحة الأربطة والغضاريف. الهيرونيك أسيد ده اللي هو السائل اللي موجود بين الغضاريف. مع بقى العادات الغذائية الغلط ومع الحركات الغلط ومع الناس كبار السن ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندي السائل او الماده اللي بتفرز من جسم الاسمان من جسم الانسان ما بتقدرش تعوض لي مشكله الاربطه والغضاريف. يعني التركيز بتاع الهيرونيك اسيد والتركيز الكلوكوزامين والكوندروتون بيقل مع الجسم من جسم الانسان فبتظهر عندي مشكله الاربطه والغضاريف. فانا محتاج اديك بقى مكمل غذائي يعوض لك الديفيشنسي او النقص اللي الجسم هينتجه. ودول اول ثلاث مواد موجودين في الجوينت بيكس. موجود الكلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك اسيد. هو الجسم بيحتاج قد ايه كلوكوزامين في اليوم عشان يحافظ على صحه الاربطه والغضاريف؟ بيحتاج 1500 ملي جرام. التركيز بتاع الكلوكوزامين اللي موجود في الجوينت بيكس 500 ملي جرام. عشان كده لو انا هديهولك بصوره وقائيه هديك قرص واحد في اليوم، لكن لو بصوره علاجيه هديك قرصين يبقى اديتك 1000 ملي جرام لحد ما المشكله تروح. ايوه عشان كده دايما بنقول الكورس ده من شهرين لثلاثه. وخلي بالك انا برضو مش عايز الجسم مش عايز الغي عمل الجسم في ان هو ينتج ماده الكلوكوزامين فاديتهولك في صوره قرصين يعني اديتك 1000 عشان الجسم ينتج ال 500 ملي جرام. اوكي يبقى انا النهارده اللي حصل ان انا اديتك الجوينت بيكس. هو انت عايز تاخده علشان ما تخشش مني في المشكله هتاخد قرص واحد. طيب لو انت عايز تاخده كحاجه بقى بتشتكي من الطقطقه في وجع في عندك في المفصل بتاعك بتاخد قرصين مع بعض. خلي بالك احنا اتفقنا ان هو بيعمل فيه خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. اول ثلاث حاجات هو دلوقتي اتفقنا ان هو قلنا اول ثلاث حاجات ان هو سلامه وصحه الاربطه والغضاريف، سهوله الحركه لان سهوله الحركه السائل لما بيقل ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندك مشكله في الحركه وسلامه العظام. طب هل الجوينت بيكس اكتفى بذلك؟ قال لك لا انا لازم اديك حاجه متكامله. في مستخلص البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس. بيعمل ايه بقى مستخلص الاناناس ده؟ الناس اللي بيبقى عندها في بعض الناس اللي بيبقى عندها مشكله في المفصل تلاقي المفصل بتاعها فيه تورم. فالبرومالين هنا اللي موجود في الجوينت بيكس مضاد لهذا التورم. للالتهاب يعني ولا للتورم؟ للتورم. بص الالتهاب ده انا هجيب فيه. بص حضرتك تأمري الله يخليك يا دكتور ده جميل ده المنتج ده جميل. شفت ازاي؟ يبقى البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس ده مضاد للتورم. الاستاذه قالت ايه؟ طب والالتهاب؟ عشان كده حطيت لك بقى ايه؟ مستخلص الزنجبيل اللي هو الجنجر. الجنجر ده بقى اللي هو مضاد للالتهاب وكمان بيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل. حلو قوي. فبالتالي بيسرع من الشفاء. تمام؟ عشان كده هو في خمس حاجات وعمل خمس حاجات. في الكلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك اسيد وفي البرومالين وفي الجنجر. دول الخمس حاجات. هو مضاد للالتهاب، مضاد للتورم، بيسهل من سهوله الحركه، بيجدد الاربطه والغضاريف، وبيحافظ على سلامه العظم. ده مهم قوي للرياضيين بقى ده يا دكتور كمان. بص حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. بص حضرتك هتلاقي اكتر الاصابات اللي بتيجي للرياضيين هي في منطقه الركبه. طبعا يقول لك انا حصل عندي مشكله في الغضاريف، عندي مشكله في الرباط في الصليبي والكلام ده كله. المفروض الرياضي ياخد مكمل غذائي طبعا تحت اشراف طبيب الفريق عشان يحافظ له او علشان ما يخلوش يتحط في هذه المشكله. على فكره برضو من ضمن مشكله الاسباب مشكله المفصل بتاع الركبه ان حضرتك بتلبس حذاء رياضي بس مش صحي. او بتلعب على ارض مش صح. مشكله النجيله دي مشكله النجيله تانية. خلي بالك. فهتلاقي غير بقى في مشكله تاني هتلاقي ان انت من الصغر انت ما خدتش الاكل بتاعك اللي يحافظ لك على الاربطه والغضاريف او كنت بتمارس رياضات خطا على فكره. صحيح. يعني انت مثلا هتلاقي معظم الناس اللي بتمشي على التريد ميل يقول لك انا ركبتي بتوجعني. ما هو ركبتك بتوجعك لان انت السائل عندك قل. ولما السائل قل ابتدى الغضاريف تاكل في بعضيها. فانت اما مين في صغرنا كان بيروح تحت اشراف مدرب؟ وعشان كده تلاحظ ده يفصل لك برضه يقول لك ايه هو حصل عنده مشكله مثلا في الركبه اليمين. خفت الركبه اليمين يروح حصل له مشكله في الركبه الشمال. لان هو طبيعه جسمه من صغره ما خدش الكميات الكافيه اللي تحافظ على صحه الاربطه والغضاريف.
فهو حضرتك سؤال حضرتك مهم جدا هو يتاخد فرديا. اه طبعا المفروض على فكره يتاخد. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها عشان تحافظ على جسمنا او جسم اطفالنا؟ احنا كبرنا بقى خلاص من هم صغيرين يعني خلاص يعني قصدي اربطتنا جميع افراد الاسره على فكره. بص حضرتك احنا النهارده اتكلمنا في محورين، اتكلمنا في الغذاء واتكلمنا في المكمل الغذائي. مكمل غذائي يعني ايه؟ يعني انت الغذاء بتاعك اللي بتاخده مش كفايه يديك العناصر اللي انت محتاجها. فعشان كده بديك مكمل غذائي. عشان كده بنتكلم في المكمل الغذائي مش علاج وانما وقائي. يا دكتور ما انا هقول لحضرتك حاجه، هو حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا اهميه المكمل الغذائي، واحنا كلنا ما شاء الله كستات بنجيب مكملات وكولاجين وحاجات من بره وحاجات من جوه، طب ما نهتم بالعظم يعني دي مهمه قوي، لان برده هقول لحضرتك حاجه، في ناس كتير ما بتاخدش الغذاء الصح زي ما حضرتك قلت، بس في ناس بتخاف من المكملات الغذائيه انها تتعب لها معدتها، فده عايزين نتكلم فيه برضو ان المنتج طبيعي 100%. ما هو بص حضرتك يا فندم، الناس لازم تبقى فاهمه الفرق بين المكمل الغذائي والادويه الكيميائيه. انا اسمه مكمل غذائي، يعني انا بالظبط كده حطيت لك اللي انت محتاجه في قرص تاخده سهل ان هو يتاخد. ده اسهل حاجه. دي اسهل حاجه. ما احنا مش احنا خلي بالك احنا في الكلام في سياق حوارنا قلنا ايه؟ لما جينا نتكلم على الجونت بيكس قلنا ايه؟ قلنا الجونت بيكس ده عباره عن مستخلص الاناناس والزنجبيل والثلاث مواد التانيين الجسم اوريدي بينتجهم. لما جينا نتكلم على فيتامين د قلنا ان هو مستخلص من المصادر، جينا نتكلم على الكالسيوم هو انا حطيت لك الكالسيوم في صوره مكمل غذائي. فحك لا الساده المشاهدين ما يلاقوش من حاجه زي كده، عشان كده كل شويه اقول مكمل غذائي وبقول ان انا هو بيتاخد كحاجه وقائيه. انما هم في ورا الكاميرا حطوا صوره عجبتني قوي، المكمل الغذائي الرابع بتاعنا اللي هو الالب مالتي فيت. اوكي. ده إيه بقى؟ المكمل الالب مالتي فيت ده بص حضرتك زمان واحنا صغيرين، طبعا انا عشان انتوا لسه صغيرين. لا 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 كلنا كنت ايه لما اروح حضرتك لما تروح للدكتور مثلا تقول له ايه؟ انا عندي عايز حاجه تقوي المناعه، يروح مديك فيتامين سي. مظبوط. طيب عندي مشكله في الشعر، يروح مديك زنك. طب انا عندي مشكله في الانيميا، يروح مديك فوليك اسيد. يقول له انا عندي الناس بتوع السكر، يروح مديله فيتامين بي. صح كده؟ تخيلي بقى حضرتك ان انا النهارده جمعت لك كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمك بيحتاجها في صوره قرص واحد اللي هو الالب مالتي فيت. اه معايا 13 عنصر من العناصر الغذائيه او الفيتامينات والمعادن اللي الجسم بيحتاجها كلهم حطيتهم في قرص واحد. هتلاقي فيتامين سي فيه التركيز بتاعه 500 ملي جرام اللي هو فاكره حضرتك الفوار اللي كنا بنجيبه زمان. هو التركيز بتاع القلب موجود في القلب مالتي فيت. موجود الزنك، والزنك هنا من الحاجات اللي كانت في ازمه في جائحه كورونا كانتش موجود. حطولك في والتركيز اللي الجسم محتاجه في القلب مالتي فيت. حطيت لك النحاس بيقلل من اعراض الشيخوخه وبيحسن من الغده الدرقيه، يعني كمان بيزود لك من معدلات الحرق، يعني انا مش عامل لك لود على الركبه كمان. تمام. حطيت لك الفوليك اسيد، الفوليك اسيد ده دايما مرتبط بالحديد بنقص الحديد. صح. وخلي بالك فيتامين سي بيزود من امتصاص الحديد. حطيت لك فيتامين بي، فيتامين دي دايما بتوع السكر مرضى السكر كان يكتب لهم فيتامين بي، انا حطيته لك في القلب مالتي فيت. وعلى فكره الفيتامين بي 12 برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيحسن من التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، يعني حضرتك لما بتاخد القرب عشان كده بيقولوا كمان ان هو مصدر للطاقه. ده الكرسي بتاعنا الكامل. اوكي. ما دام بنتكلم على كرسي احنا لازم نقول للساده المشاهدين ياخدوه ازاي. مظبوط. تمام. تفطر. ايوه. وتاخد بعد الفطار قرص قلب مالتي فيت مع قرص فيتا باكس. اوكي. لو هو وقائي. لو انت بتشتكي من اعراض تاخد قرصين. تمام. تتغدى وتروح واخد زيت باكس اللي هو مصدر الكالسيوم. تتعشى وتاخد الجينت باكس لو قرص واحد لو انت عايز تحافظ وما تخشش في مشكله المفاصل. لو انت بتشتكي من مشكله المفاصل بتاخد قرصين بعد العشاء. حلوه قوي، حلوه قوي. ده كده الكورس من اول ما بتفتح عينك لحد بالليل. وقايه. بالظبط. وقايه. وقاي او علاجي كمان. ما احنا اتفقنا هو وقاي او علاجي. دي الجرعات الوقائيه اللي هي قرص، الجرعات العلاجيه قرصين. فيتامين د وقرصين الجوينت باكس. اوكي. تمام. انا في بص عجبان الكلمه مكتوبه على الشاشه اللي طلب كرسي العظام. ايوه. اصل الكلمه دي برضو فيها حاجه. ارقام التليفونات هتظهر على الشاشه دلوقتي، لما هتتصل هيرد عليك فريق متخصص طبي. حلو قوي. ان هو بيسالك بعض الاسئله عشان يحدد لك الجرعه. مش بيع وخلاص، لا. أوكي. احنا يهمنا في الاخر صحه المشاهد او المواطن. فحضرتك لما بتتصل بالتليفون بيسالك شويه اسئله، وعلى فكره بيقعد يتابع معاك، يعني كل اسبوع بيتصل بيك الدنيا ماشيه ازاي، الاخبار ايه، هل في تحسن ما فيش تحسن، وبتعمل لك فايل كامل متابعه.
تمام. يعني نطمن الجمهور بس بسعره كويس ولا لا قبل ما نختم؟ اكونوميك اقتصادي جدا وبيناسب جميع افراد الاسره. وحضرتك لو حبيت تجيب الكرسي ده الاجنبي بتاعه هتضرب في 4 أو 5 أو 6. وخلي بالك هو بيمنعك تخش في مشاكل كبيره تغيير المفصل. اخر حاجه عايز اقولها من التراست في هذا المكمل هو موجود في بعض المستشفيات الكبرى كمان. نشكرك جدا يا دكتور علاء، كنت منورنا. خلصت حلقتنا منورنا فيها دكتور علاء، يا رب تكونوا استفدتوا معانا واحنا كمان استفدنا جدا. وان شاء الله نشوفكم في حلقات تانية كتير. باي باي.